يا هلا اخوي، اهلين. يا هلا، حياك الله. انا اتمنى الاخوان بس طولوا لي شويه على الصوت لانه قصير وايد. دكتوره هلا، كلميني عن الاجراءات اللي صارت وياك. على خير ان شاء الله، بس انا قبل لا اكلمك عن الاجراءات اذا امكن، احب اني اشكر مقام صاحب السمو حفظ الله ورعاه. نعم. لان الصراحه سخر كل امكانيات الدوله على اساس تخفيف معاناه ابنائه داخل وخارج الكويت. نعم. وطبعا ولا ننسى الوافدين في الكويت بعد. يعني حسب علمي طلب معاملتهم معامله انسانيه. صحيح. وهذا طبعا يستحق بجداره لقب رائد العمل الانساني. يعني انسان ما راح نشوف مثله صراحه. نعم. وطبعا في نفس الوقت الشكر جزيل للحكومة، حكومتنا، وشكر للأبطال. عندنا إحنا أبطال وهم في الصف الأول ترى لمواجهة الأخطار. أكيد دكتورة، خاصة هم الإخواننا وخواتنا المتطوعين، هذيلا لازم ما ننساهم كلش في كل مكان في الكويت. نعم. يعني مو مكان واحد. صحيح. عرفت شون؟ الحين من ناحية الإجراءات، أول شيء أنا ودي أشكر وزارة الخارجية، هذه كبداية من ناحية السفارة الكويتية بلندن. يعني السفير كان على تواصل معنا، وأعضاء من سفارته كانوا على تواصل معنا، ودقوا علينا يوم الأحد وقالوا لنا إن يوم الثلاثة ترى رحلتكم الثانية في الساعة الفلانية تكونون بالمطار. برافو. وهذا اللي احنا سويناه. عرفت شون؟ نعم. بعدها طبعا الشكر الجزيل اللي هو الطيران المدني والخطوط الكويتيه، كانوا مرتبين ما تتصور لاي درجه. نعم. موزعين الكاونترات على حسب هل انت جاي كسياحه او علاج من ناحيه وزاره الدفاع، او علاج من ناحيه وزاره الصحه، فتتبع الخطوات هذه. وامورنا كانت تمشي بسرعه، وركبونا الطياره، والحمد لله داخل الطياره هم نشكر الخطوط الكويتيه شلون كانوا مثل ما قالوا حاطين لنا اكياس، حاطين في كل شيء الماسكات واللتوس، وحاطين لنا السانيتايزر المطهر، وبعدين حاطين علبه اكل، وهم اعطونا علب ثانيه بعد. برافو والله، حلو. يعني ممتازين. يعني دكتوره بعد يعني مخلين كل شيء، من السفاره، من اتصال، من استعدادات، من ترتيبات في الطياره. كلام زين دكتوره. لما نزلتي الكويت؟ اي نعم. أول ما نزلنا، أول ما نزلنا طبعاً إحنا أول شيء ركبونا الباصات، 10-10 كانوا يركبون الباصات. نعم. نزلنا في أول خيمة، الأول خيمة كانوا مرتبين مثل لجان الامتحانات، شلون الكراسي قاعدين. نعم. وما شاء الله المتطوعين اللي موجودين هناك كانوا يمرون على شخص على أساس يتأكدون إن إحنا عندنا برنامج شلونك. ما شاء الله. هل إحنا منزلين على تليفوناتنا ولا لا؟ واللي مو منزله كانوا يساعدونا إنه ينزل البرنامج هذا. حلو. حلو. يعني مساعدة ما تتصور، وقلب طيب، ونفسيتهم مفتوحة ما تتصور لأي درجة. حلو. بعد هذا دشينا الخيمة الثانية، سووا لنا فحص لدرجة الحرارة. نعم. وبعدين أسئلة عامة كانوا يسألونا، يعني هل صار معاك مثلا حرارة أو رجعتي، شغلات مثل هذه. بعدين ودونا الخيمة الثالثة اللي هو فيه أشخاص يدخلون بياناتنا، ولبسونا الأسوار. أوكي. وبعدها الخيمة الرابعة اللي بدأوا فحص لعينات يأخذونها من الخشم. نعم. والحلو في هذه الخيمة الصراحة كانوا يعاملون الكبار غير عن الأطفال، يعني حاطين دكاترة مخصوصين للأطفال. ايه. فيعني العينة مراعين كل الجوانب، كل شيء. نعم. يعني شكر جزيل حق الطاقم الطبي والأطباء اللي. نعم. تابعين لوزارة الصحة. نعم. الصراحة. نعم. بعد هذا إذا مشيت على الخيمة الرابعة وخذوا العينة، خلص ركبونا الباصات ودونا تيرمينال 4. نعم. على اساس ختم جوازاتنا من الداخليه، وبعدين خذينا حقائبنا وطلعنا حق. حلو. اللي جاي يستقبلنا. زين. فهذه كانت الاجراءات. حلو. دكتوره انا الحين مشكوره اول شيء، يعطيهم العافيه، وانتم مشكورين لتعاونكم. دكتوره الان انت قاعد تكلمينا وانت في الحجر المنزلي وفي ايدك الاسوار. اي نعم. زين. كلميني عن اول شيء على جزئين مهمين، الحجر المنزلي وعلى الاسوار وارتباطه في الابلكيشن. اي اوكي. الحجر المنزلي لما يقولون حجر منزلي معناته انت لازم تكون بعيد من حتى الناس اللي موجودين في البيت. يعني انا وحده لما وصلت مع بنتي وحفيدي على طول ولدي
هو اللي وصلنا للبيت، ما له شغل فينا، على طول جناطنا ودوهم فوق بالشقة هذه شقتها، وقفلوا علينا الباب، وكانوا مشيلين البيت الشقة كاملة. زين. فإحنا ما لنا حق إن يعني ننزل تحت. نعم. أو نقعد مع الأهل. حلو. هذا الحجر المنزلي. نعم. فالمفروض هو مو بس لمصلحتك أنت، لمصلحة الأهل. نعم. اللي موجودين بالبيت صراحة. حلو. عرفت شلون؟ زين. والمتابعة واحد. المتابعة دكتور المتابعة اللي ايه؟ هو الحلو إنك أنت ما دام نزلت برنامج شلونك، أوكي، من أول خيمة. نعم. اللي قاعد يصير مثل الحين أمس على طول أنا تم التسجيل وبينت لهم اللوكيشن مالي وين فيه، زين، عشان يعرفون وين الحجر المنزلي مالي. إني لازم اتصل فيهم عن طريق الابليكيشن نفسه هذا شلونك. حلو. وشنو اللي يصير إنه تصور نفسك عشان يتأكدون إن هذا هو إن الشخص. أنت نفس الشخص. اي نعم. عرفت شلون؟ نعم. فصورت نفسي دزيتها لهم يسالوني. نعم. بعض الاسئله مثلا في حراره ما في حراره شغلات مثل هذه، وبعدين خلاص دزها لهم يقولوا لي والله شكرا. برافو. الله فهذه هي الاجراءات. نعم. الله يشافيك يا دكتوره انت وبنتك وحفيدك، ويعطيك العافيه، ومشكوره لالتزامك في الحجر المنزلي، ومشكوره لهذه المعلومات اللي كنا بعجبها. كل الشكر دكتوره سلوى الدرويش، يعطيك العافيه. هذا نموذج حق الناس اللي قاعد تجي من برا. الان هل كل الناس اللي قاعد تجي من برا مو ملتزمه؟ لا، هذه دكتوره سلوى قاعده موجوده، هي وبنتها وحفيدها. فاحنا قاعد نحط جانب الاغلب من الناس مثل منو؟ امثال الدكتوره سلوى.